مذبح القديس لونجينوس. لونجينوس يعني حامل الحربة، وهو الذي طعن السيد المسيح بالجنب، دما وماء نزل من جنب السيد المسيح فشفي من مرضه، وهو العشاء الليلي أو العمى الليلي، وآمن بالسيد المسيح. ويذكر التقليد الفلسطيني الذي يعود إلى القرن الأول الميلادي أنه استشهد في روما على يد جايوس كاليجولا الإمبراطور. أما بالنسبة إلى الحربة فكانت في حوزة الكنيسة الأولى جماعة المؤمنين، إلى أن انتقلت إلى منطقة جبل صهيون. ويذكر لنا المؤرخ أنطونيانوس الشهيد أسقف نابلس عن وجود الحربة في جبل صهيون. إلى القرن السادس الميلادي اختفت الحربة سنة 614 مع هدم الفرس لكنيسة صهيون المقدسة. ولكن المؤرخ بيتر بارثولومي يذكر أن الصليبيين وجدوا حربة في أنطاكيا تحت مذبح القديس بطرس، وأتوا بها إلى هذا المكان، إلى أن اختفت في 1187 إلى يومنا هذا. القديس لونجينوس حامل الحربة هو من فتح جنب المسيح، تحقيقا لنبوءة مراثي أرميا الإصحاح الثالث، وأيضا كما أخذت حواء من جنب المسيح، من جنب آدم أخذت الكنيسة من جنب المسيح. حاليا احنا في منطقة الحديقة المقدسة. ما قبل التواجد الصليبي في القدس كانت هذه المنطقة حديقة مفتوحة، وكانت تسمى بالحديقة المقدسة. ثم أتى الصليبيين وأضافوا Virgin Mary's Arches، يعني أقواس السيد العذراء، مستخدمين الحوائط البيزنطية التي تم تغييرها، كما أيضا استخدموا بعض الأجزاء من الكنيسة المرممة على يد قسطنطين مناماخس 1049. وهذه الأقواس تعتبر داعمة لقبة الكاثوليكون أو الجزء الأوسط من الحديقة المقدسة، بنيت لأسباب هندسية. وأيضا أضاف الصليبيين ما يسمى اليوم بحبس السيد المسيح. بحسب التقليد الذي يعود إلى القرن الثاني عشر، تم تجميع خشبة الصليب المقدسة في هذا المكان قبل أن يصلب عليها رب المجد. كما أضافوا هنا مقطرة لكي يشرحوا للحجاج المسيحيين القادمين من أوروبا كيف كانت عملية سجن السيد المسيح. فهنا تم تجميع صليب رب المجد قبل أن يصلب عليه في هذا المكان، وتسمى بالمقطرة أو حبس السيد المسيح بحسب التقليد الصليبي العائد إلى القرن الثاني عشر.